تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات جميعا، سلام من الله ورحمة، تحياتي لكم جميعا السادة الأفاتارات، ومساءكم سعيد. وزي ما قلنا يا داب يمكن فكينا الحظر طبعا، لأنه مرات يعملوا لك حظر كده تقيل، مرات كده حظر خفيف. فإذا كان الصوت عندكم واضح، بشير مبارح أول تعليق والليلة أول تعليق، أهلا وسهلا ومرحب بك بشاش بشير لك كل الود. بقية الناس يا أخواننا سامعين الصوت؟ الصوت إن شاء الله عندكم واضح، الصوت إن شاء الله عندكم واضح. لو الصوت واضح ورونا بسرعة عشان نخش الموضوع بسرعة ونختصر الحديث ونختصر كثيرا من الكلام. فلايك شير يا شباب، لايك شير. الصوت لو واضح اكتبوا لنا واضح. مرحبا إبراهيم، مرحبا عبد الرحمن، مرحبا عوض أحمد، مرحبا سيف الدين بشير، مرحبا معاوية، مرحبا علي يحيى، فرح أحمدية بقول واضح، علي بقول واضح، إبراهيم حسين بيقول واضح، مريم محمد بتقول مرحب يا راكز يا أمير. العفو لله يا أخي، كويس. أنا زول مسكين جدا. كويس. طيب ليكم كل الود يا شباب، ليكم كل الود. اللايف الآن يا هو بديناه بفضل الله تعالى، وحقيقة يعني نحن دارين نتكلم يا جماعة بوضوح، ودارين نتكلم كلام بعقلانية، خلاص بعيدا عن الناس اللي بتتشرب العواطف والناس اللي بتتعاطى اللي هو اللي بيسموه شنو الرغائبي ده، يعني التحليل الرغائبي اللي هو التحليل بتاع الرغبة. يعني في زول هو داير يكون في بحر مثلا، داير عايم بالبلكونة يكون في بحر، او يفتح باب بيتهم يكون في منظر بحر قدام بيتهم، هو ما في بحر، هو داير يقنع، هو داير بحر، فأي حديث عن انه في بحر هو داير يصدقه. فده الحاصل في السودان، ده الحصل للبلابسة من صدمات ومن كوابيس ما خلاهم يفكروا تفكير صح. وها هي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بسياسة العصا، استخدمت معهم سياسة الجزرة طويلا، اليوم بسياسة العصا الولايات المتحدة الأمريكية، الخزانة الأمريكية. ده بالمناسبة إعلان بعد ده لتصنيف إنه الحركة الإسلامية حركة إرهابية. إي وربي وإنا لندعم ذلك وإنا على ذلك لمن الشاهدين. أنتم ما شاهدين على الكلام ده يا أخواننا؟ الحركة الإسلامية ما إرهابية؟ ما قاعدة تجيب الإرهابيين وتدعم الإرهاب؟ أعوذ بالله، اللهم إنا نبرأ إليك منها. كويس؟ الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين إلا من اعتدل. كويس؟ الـ 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 الخزانة الأمريكية بتفرض حصار أو بتفرض عقوبات على عبد الباسط حمزة، وما أدراك ما عبد الباسط حمزة. هذا الشخص وهذا الرجل اللي جاء الخرطوم سنة 92 مع أسرته من كوستي بعد 3 سنوات مما الحركة الإسلامية قفزت للسلطة، وكان يا ولدي لمن هما أصغر ولبقية أخواني القدري وأكبر وأبهاتي ومهاتي، كان يومها تسمى بالجبهة القومية الإسلامية. لما انقفزوا على السلطة هذا الرجل جاء سنة 92 ولمعوه نوعا ما، ثم في العام 1993 العام طبعا 92 ده برشلونة شارك فيه دوري ابطال اوروبا اول مره في تاريخها، كان كويس بهدف كومان الهولندي ده صاروخ كده عجيب مره واحد. 93 مارسيليا اول مره فريق فرنسي يشيل دوري ابطال اوروبا اللي هو كان مارسيليا سنه 93 كويس امام الميلان، وبعدها قيل انه اللاعبين كانوا يعني اتفقوا معاه انه يخسروا المباراه، كلام كثير انه ناس مارسيليا انهم المهم انا ده عشان تربط التاريخ يعني كرياضي. الزول ده 93 لما اسامه محمد عوض بن لادن جه السودان مباشره
قاموا ادوه انه ادوه الدائره المقلقه، الدائره المغلقه اللي هي قريبه لاسامه بن لادن. اسامه بن لادن يمتلك ملايين الدولارات، يمتلك من القروش ما يمتلك، فخلوه انه يكون لفي معاه وانه يروج له. وأسامة بن لادن بيقول شريان الشمال مستشفى كذا طريق كذا، وهو بيقول له نعم أيوة نعم، لغاية ما أخذ منه مالا كثيرا. وبعد ذلك ليت الفساد كف في هذا. يعني هذا اللي اسمه عبد الباسط حمزة الكوز الليلة اللي فرضوا عليه العقوبات ده، وما بروا ها ما بروا. هذا عبد الباسط حمزة اتدخل في سوداتيل، البرج ذاته بتاع الاتصالات، العظم بتاع اتصالات السودان هو سوداتيل، اتدخل فيها وباع فرع منها خارج السودان، وامواله لا جايه للشعب السوداني، لا جايه للشركات او الافرع السودانيه، جايه للكيزان كافراد، يعني ما جايه لمؤسسات الدوله السودانيه، جاي لأفراد سودانيين يعني، لكنك تتخيل. وتاني لانك والأمر شيل شركة زين ها وبيعها خارج السودان عشان تقوم تكشف اتصالاتك، تقوم تبيع لدولة وبأقل من 10% من قيمتها، ما خسران شنو معكوز؟ ما هو هسه واحد من الناس ممول الحرب وممول حماس، الحماس اللي ما تلقاه ممول حماس مالك، تولع النيران هنا وتولع الفتنة هنا، والمواطن ما لاقي حاجة يأكلها، وتحرش على الحرب وعلى الفساد، والله لا يحب المفسدين. خلاص انت بتولع بالفساد وقال ماشي تدعم حماس، ديل يا هم الاخوان المسلمين. الواحد فيهم زمان من زمان بنقول لهم يا اخواننا عليكم الله خلونا كده من قضية غزة دي، عليكم الله كرهتونا حياتنا خلونا، لا ان غزة يا صديقي دارفور قاعد يدقوها براميل متفجره، يا زول النيل الازرق جنوب كردفان الاقربون اولى بالمعروف، هذه قضيه مقدسات. مقدسات؟ ايوه نعم. طيب مقدسات يا اخي، الحرم المكي ده قبل اليوم اتعرض لتفجير، محاوله زول قال هو المهدي المنتظر خالد الجهماني ولا جاي مع سنه 79. طيب دار تقول لي انه والله يا اخي الحرم اي انت، طيب ما هسه في جزء منكم قاعد يدعم الحوثيين على بيت رب العالمين في السعوديه، شنو هذه بتلك كمان؟ ما تكيلوا بمكيالين خلاص؟ يقول لك لا ما ربنا سبحانه وتعالى وعد، وعد شنو في سوره الاسراء؟ قال لك منو ذول الفلسطينيين؟ قال لك منو؟ ما هسه كان جينا الايه جبناها ما عندها علاقه، قال لك انه ذول الفلسطينيين. مو انت كان رجعت قبل 526 عام قبل الميلاد دي حقت الاسرائيل، قال لك خلونا من الكلام الحشو ده، الكلام الفارغ، كلام الله عز وجل واضح كويس؟ قال بعثنا عبادا بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد فجاسوا خلال دياري وكان وعدهم مفعولا، فجاسوا خلال دياري وكان وعدهم مفعولا، ما حدد هنا ورا قال منه كويس. العلماء اجتهدوا قالوا الاولى باخت نصر والثانيه، المهم طيب الان بنفس الطريقه قضيه فلسطين، الزول ده بشيل السلاح السوداني وبوديه لحماس، بيوديه قال لفلسطين عشان يسووا عضلات ويقاتلوا، وحماس قدام كل العالم بيعتدوا على اسرائيل زي ما اعتدى الجيش على الدعم السريع. العالم كله شهد انه الجيش هو الغدر بالكيزان بتاع انه جهاز الامن وطوابيره هم الغدروا. وهنا وشهد الكلام ده لانه حمدتي في الدقائق الاولى اتصل طوالي على اسمه شنو؟ الاتحاد الافريقي، واتصل على فولكر وقال لهم الجيش محاصرني وانا لي حق الرد بعدهم. كويس؟ هنا ده زول مفتح جدا، خلى الجيش يتورط فيها. عشان كده هسه الجيش ما داير والبلابسه ما دايرين، جيت اسمه شنو اللجنه بتاعت التحقيق، لا تجي ان شاء الله، تجي ان شاء الله ونشيف من الغلطان. طيب اخر من شكله ازواج الان يا هادي بتعليل لك بشكل واضح، الزول ما براو معاه الدجال المجرم التكفيري الارهابي اللي اسمه عبد الحي يوسف، اللي بيقول الكوكاكولا حرام والبيبسي حرام ويجب مقاطعتهما، وبيطلع مظاهرات وبسوق برادو. طبعا دي حياه غريبه جدا جدا. ما هسه بتلقى هم طبعا دي علماء، انت قال الضياء مش شنو بالمناسبه.
تضيع علماء المسلمين. هسه شنو انت قايل؟ زمان العلماء ناس البيروني وناس العطار ابن البيطار وناس ابو نصر الفارابي وابن رشد وابن خلدون، بتلقاهم ناس عندهم تفكير، عندهم اختراعات، عندهم رؤى. لكن زي ده بقول لك قال لا يجوز ولا يا اخي يجوز اضعنا خالق الله متقرين حياتنا، فهمت؟ وبتلقاه في نفس الوقت الليل العلماء اللي بتلقاهم بيكفروا في الناس، بتلقى الساعه اللابسه والله ما مصنوعه في السودان ولا صنعوها المسلمين، والمايك اللي بيتكلم به في الجامع ما صنعوه المسلمين، وبتلقى المنبر ده ذاته خشبه ما مصنوع في السودان ولا من المسلمين، وبتلقى الموكيت اللي بيصلي فيه جاي من الصين، يا اخي في بيت رب العالمين، الرخام ده جاي من الصين، الاستار بتاعت الكعبه جايه من الصين. كويس؟ عشان الناس يتكلم سن. السبح دي جزء منها كثير بيجي من اندونيسيا، بيجي من الفلبين اللي بتباع في الحرم. عشان نكون واضحين يا اخواننا، نحن ما لنا شيء من مناصره في الصناعات التدريجيه ولا عندنا حاجه، نحن قاعدين بس ما والله ديل 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 كفار وبس ليهم الدنيا بس. والله انا خايف لعلمتي ده اعمل حسابك يا زول، قال لك منو؟ كويس ده اجتهد في الدنيا يمكن يا رب سعد على ممكن. فيلا عبد الحي يوسف اللي هو ما فرض عليه بالاسم وانما بالمنظمه اللي هي منظمة القدس، ومنظمة القدس هي تتبع لعبد الحي يوسف اللي ضرب 5 مليون دولار بعد ما دالي والبشير واركز انشا مركز طيبه او قناه طيبه وجنف الكلام ده في الاعلام البتة. كويس؟ ونفى الكلام ده في الاعلام البتة. كويس؟ ده عبد الحي يوسف. خلاص؟ هم راهم اعترفوا على انس الجزولي والناجي بانه الجيش هم من اطلق الطلقه الاولى على قوات الدعم السريع في المدينه الرياضيه. بالضبط كده، بالضبط كده يا كابتن، هم اعترفوا على نفسهم والله بشكل مؤلم جدا. كويس؟ مرحب والي الدين الوالي، مرحب بيك، مرحب عين الفضل، مرحب عمر بخيت. كويس؟ فشنو؟ ده هذا ما حدث. تعالوا نتكلم يا جماعه عن التصفيات داخل الجيش. يا اخوانا ده شنو قاعد يحصل جوا الجيش ده؟ الان ما في ضابط كده امن على نفسه. الان ما في قائد بتاع سلاح امن على نفسه. الليله كونك تجيب الصادق سيد المجرم الغدار القاتل الكتل الناس العزل المساكين في فضل الاعتصام. فضل الاعتصام ده انا قبل اليوم قلته وما صدقوني في وقتها. كويس؟ يا دوب بدا يتبين للناس الحقائق. غالبيه القتل تم من استخبارات الجيش ومن جهاز الامن، واحرص الناس على قفل الملف ده جهاز الامن. وجهاز الامن والامن الطلابي وكتائب الظل واللبس لبس الدعم واللابسين لبس الشرطه والدعم شارك معاهم، الدعم السريع شارك. لكن الغالبيه الغالبه والاكثريه الكاثره كانوا بتخطيط. اول حاجه الخطه وضعت استخبارات الجيش. اول حاجه. واللابسين ظاهر ديل كان كلهم كانوا لهم ذي الكتائب ظل جهاز امني واستخبارات عشان ما يكذبوا، استخبارات في الجامعات قاعده تصفي. ما يكذبوا ساكت. كويس؟ احنا كان برضو متابعين يعني. كويس؟ الا يا هدى التصفيات السلام شغاله في الجيش، ده شنو ده؟ جايبين لنا قال محكمه عسكريه. المحكمه العسكريه دي قال لي عسكري خالف اسمه حكيم تقريبا، مش كده؟ تقريبا اسمه حكيم. جايبينه قال في الفرقه 14 ولا وين في 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 جنوب كردفان. انت الحلو الموضوع ده لازم تراجعه والله، الموضوع ده لازم تراجعه. الضابط ده لازم يقبض حي. بالمناسبه ده كلام خطر جدا. وانتم ما بتقتلوا الا من اشكال محدده ليه؟ انتم ملاحظين حاجه يا اخواننا الايام دي انه في حمله على اخواننا النوبه، انتم ملاحظين الحاجه دي؟ والكلام ده طبعا حرام انك تقوله. بدوها من مبارك كردول، مع انه ابغض شخصي بالنسبه للناس مبارك كردول، لكن بدوها من مبارك كردول. بدوها من شمس الدين كباشي اللي ما معروف مصيره حي ولا ميت، اللي كل ما نسال عنه ما بجيبوه. وين شمس الدين كباشي؟ عاينوا القصد ده لاخواننا النوبه كيف؟ وشوف الجيش ده كثير منهم كيف؟ من المقاتلين، لانه ما بيثقوا فيهم بيجيبوهم. يوم واحد سمعت واحد منهم من نائب رئيس ولا رئيس اركان ولا وزير دفاع، لا 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 لا، ده حكرا على ناس محدده. كويس؟ الا كان بالغ بدون المفتش العام كده حاجه وظيفيه كده شرفيه كده وخلاص انتهى. في شغل الان شغال انه كويس بتاع انه تدمير بتاع اخواننا النوبه، معاقبه لهم. خلاص شايفين اخواننا النوبه زي كانوا بيجوا ما متعاملين مع المؤتمر الوطني.
وانهم ما بيجوا يخرجوا عن دائره الاستعباد الخاتين عليهم. فبدوها بشمس الدين اللي بقى مختفي ما معروف مصيره، بدوها بمبارك اردون، بعد شويه بقت التصفيات شغاله. يا اخوانا تذكروا العميد اللي اسمه ونسي ده؟ تذكروه؟ العميد اللي اسمه ونسي اللي كان اسروه في بحري، واثناء ما اسروه وهو يعني بيسيبوا فيه وروه قال له عاين ده الجيش وديل الكيزان يا هم ديل اتبروا منك، وقالوا انت ما ضابط جيش، انت عميل، انت عامل بتاع نظافه، وعامل النظافه ما نبز. لكن شوف الاهانه اللي تعرض لها، شوفوا الاستعباد اللي قاعد يستعبدوا الناس دي للناس يا اخواننا. العميد ده عمل شنو؟ بكى، بكى العميد ده، اضطر بكى كويس، ما قدر يتحمل. اول ما الجوفاني قال له الكلام ده بكى، لانه ما صدق انه دي المؤسسه اللي هو منتمي ليها، وديل الناس اللي حوله بيقولوا عليه الان انه هو عامل نظافه. شفت نظره الاستعلاء والطغيان؟ تقول لي انه ربنا سبحانه وتعالى ما يسلط ويشيل الحكم كويس. فانا داير افهم، انا عندي اسئله، انا دايما بحب ادون كلامي في نقاط، انا عندي تساؤلات بسيطه كويس، تساؤلات بسيطه جدا جدا. التساؤلات دي انا اتمنى القى عليها اجوبه. اهلنا النوبه الان قاعدين يدفعوا ثمن شنو يا اخوانا؟ خلاص السؤال ده اي زول منكم متابع الواقع بيقراه بسهوله جدا جدا، بيقراه بسهوله كويس. الصوت ده عندكم واضح يا جماعه كويس. اخواننا النوبه رفضوا انهم يتوافدوا على الخرطوم، رفضوا انهم يتوافدوا على الخرطوم، رفضوا انه يقبلوا القروش ويبيعوا نفسهم رخاص للجيش ويجوا يموتوا، رفضوا الكلام ده. عينوا الان بيجوا يعاملوهم كيف، وديل من اكثر الناس اللي خدموا السودان ده، اللي خدموا الجيش وخدموا الشرطه وخدموا ديل يوم ديل. شوف بيعاملوا ابنائهم كيف الان، شوف بيعاملوا ابنائهم كيف، وشوف الاتهامات اللي بيكيلوها لهم، شوفوا الان الضربه اللي بيجي على العنصر بتاع النوبه كويس. والله يا اخواننا، والله حاجه، والله يا جماعه، والله حاجه مؤسفه خلاص كويس. يعني الليله لما انت تجي وتتهمهم بالخيانه، ولا ما كده وبس، تجيب محاكمه، تجيب محاكمه مصوره بانه حكمت على الزول ده بالاعدام، حكمت على الزول ده بالاعدام، ده ترسل رساله شنو؟ ده ترسل رساله شنو؟ وتعدم الزول ده. هل انت اعدمت علي كرت الخاين؟ هل انت اعدمت احمد هارون الخاين؟ هل انت اعدمت عمر البشير؟ هل انت اعدمت علي ثعبان؟ هل اعدمت القتل السفل ليل؟ لكنما جندي مسكين، اقسم بالله العظيم، شفت الليله الجندي جابوه حاكموه بالاعدام رميا من الرصاص ده، زي ما قال حميتل البرهان، الطياره الحرقه كرينج دي، الحلقة كريندينج حتحرق الترابيزه دي. واليوم ذاك 2020 طلعت لايف وعملتها وقلت لكم حميدتي قال للبرهان انه انا حخلي احلى محل الترابيزه دي كويس. والله العسكري ده له ما وراه وقبيلته ما حتسكت، ولو مفتكر اخواننا النوبه في الجيش اقلاها لو ما شال السلاح رصصوا غادتهم حينسحبوا يمروا، حينسحبوا يمروا، لانه يا اخواننا كل شيء ولا العنصريه، كل شيء ولا انه يحسوا منهم مهانين خلاص. يعني اسي الليله لو جينا مسكنا خلاص 23 عسكري تمت تصفيتهم من قبل كتائب البراء من المكون ذاته بتاع النوبه، انتوا شنو مالهم النازل مع النوبه؟ مالهم يا اخواننا؟ 23 نفر من ابناء النوبه صفتهم كتائب البراء، ما في زول سال، ما في زول يتكلم، ما الدم ما واحد، الدم ما واحد، وده الشيء المخلي الحرب دي تستمر ما لم الناس تحس وتعرف السبب الحقيقي خلاص. والليله لو سالت انه ال 26 الماتوا مع اللواء ايوب والكتل اللواء ايوب منه، ما في اجابه في الـ في الـ في الـ الموضوع ده تماما كويس. وعينوا لك زي ما ذكرنا الصادق سيد، شايف في بيان الان كويس، عينوا الصادق سيد في 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 قالوا قائدا لسلاح المدرعات. طيب انا سؤالي، الصادق سيد علاقته شنو بعمر البشير؟
قرابته شنو بعمر البشير؟ وليه قائد سلاح المدرعات دائما لازم يجي من اتجاه محدد؟ كم مشى نصر الدين يجي ايوب، كم مشى ايوب يجي اسمه شنو الصادق سيد. ليه يعني؟ السودان ده شرقه ما فيه زول، غربه ما فيه زول، وسطه ما فيه زول. يا اخوانا جاوبوني بصراحة، فترة البشير دي كلها ما في نائب اول الا من اتجاه شمال السودان، وما في رئيس اصلا من 56 لغاية الليلة الا من الشمال. واقرب مثال عشان تقع عليك الحياة دي سقط عمر البشير وهو من الشمال، كويس. جاب عدي وعوض بن عوف هو من الشمال، جاب عدي والبرهان هو من الشمال، والمرشحين نوم من الشمال، كويس. ده براو ما بخط عليك الف تساؤل كده، براك كده بتسأل نفسك فيه الحاجة دي، لازم تفكروا فيها كويس. الكلام ده ما ضد الشمال يا اخواننا، كويس. الكلام ده ما ضد الشمال، الكلام ده ضد النخب من الشمال. الصادق سيد فضل اعتصام وغدر بالثوار وكافؤه جابوا قائد سلاح المدرعات، ده الوحيد اللي كان لو مات ممكن الثوار يحتفلوا في الشوارع فرحا، ده الوحيد اللي كان مات ممكن الثوار يحتفلوا في الـ في الـ في الـ الشوارع فرحا. طيب الناس تشتغل معانا لايك شير يا جماعه، كويس. ونسمع البيان ده اللي هو من قوات الدعم السريع، البيان ده مهم كده نسمعه، اللي هو دقيقتين كده نسمعه، ورايكم فيه لايك شير يا شباب في الفتره دي، دارين لايك شير اوكي. يلا ابدوا لايك شير، ابدوا لايك شير، ابدوا لايك شير. الرحمن الرحيم. بيان مهم الى شرفاء القوات المسلحه. بعد مرور 6 أشهر على الحرب التي اجعلها غادة النظام البائد، الذين اختطفوا الغرار داخل القوات المسلحة بهدف العودة إلى الحكم وتكرار تجربة عهود الظلم والاستبداد التي استمرت لثلاثين عاما حتى ثار الشعب عليهم في ديسمبر 2018 وأصغت نظامهم الدكتاتوري. شرفاء القوات المسلحة، لقد تأكد للجميع بأن الحرب التي تدور الآن في الخرطوم وعدد من الولايات هي حرب نظام الإسلاميين الطامح للعودة للحكم عبر إجهاض العملية السياسية وقطع الطريق أمام مسار التحول المدني الديمقراطي. تعتبر مشاركة كتائب الإسلاميين وقادتهم ورموزهم دليل دامق على قيادتهم للحرب وسيطرتهم على القرار داخل القوات المسلحة، وعلى رأسهم كتائب لواء البراء بن مالك وكتائب البرق الخاطف وكتائب الشهيد أنس وكتيبة النصرة وغيرها من كتائب الإسلاميين المتطرفين. لايك شير شباب. القوات المسلحة، نخاطبكم اليوم وقد انقضى على الحرب المفروضة علينا 6 أشهر حقق خلالها أشاوز قوات الدعم السريع انتصارات كبيرة وتضحيات عظيمة، وانضم إليها الآلاف من شرفاء القوات المسلحة في كل من الفرقة 15 مشاة الجنينة والفرقة 16 مشاة نيالة والفرقة الساستة الفاشر والفرقة 20 مشاة الضعين والفرقة 22 بابانوسة وعدد من الفرق والقواعد العسكرية في العاصمة الخرطوم، يقاتلون الآن صفا واحدا في جبهات القتال مع أشاوز قوات الدعم السريع من أجل إزالة الفاسدين من قيادة القوات المسلحة والعمل مع الآخرين لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة. إننا في قوات الدعم السريع ليس لنا أي عداء مع شرفاء القوات المسلحة، ولا نهدف إلى تفكيك الجيش أو إلغائه أو استبداله، وإنما نتطلع إلى العمل مع شرفاء القوات المسلحة لتأسيس جيش مهني واحد لا علاقة له بالسياسة والحكم. شرفاء القوات المسلحة، نخاطبكم وبلادنا تمر بمنعطف تاريخي ونحن نخوض معركة التأسيس ملصقات شباب التي أوشكت على تحقيق الانتصار. ندعوكم للانحياز لخيار الشعب والانسحاب من عن المعسكرات التي نحاصرها الآن. القيادة العامة وسلاح الإشارة وسلاح المهندسين، حفاظا على أرواحكم وأرواح شرفاء الجيش. ونحن إذ نخوض هذه المعركة نؤكد لشرفاء القوات المسلحة وللشعب السوداني أننا مصممون على اقتلاع النظام الإرهابي من جذوره، بما في ذلك القضاء على عناصره في القوات المسلحة، لتكون هذه الحرب آخر الحروب في السودان. نؤكد إصرارنا والمضي
نحوي تأسيس جديد للدولة السودانية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، لتعيش بلادنا مستقبلا خاليا من الحروب والفساد والديكتاتورية، ينعم فيها الشعب السوداني بالعدل والمساواة والحرية والرحمة والمغفرة للشهداء، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. طيب، ده بيان من الدعم السريع بيدعو فيه من الشرفاء، قراه المقدم الفاتح قرشي اللي كان ظهوره في صبيحة 15 أبريل أو 16 أبريل اللي هو في مروي، بعد ما إنه الدعم السريع قدر يوقف الطيران اللي هناك يا هدى الآن كويس. وهو طبعا على لسان القائد بتاع الدعم السريع بيوجه الرسالة للقوات المسلحة كويس، وإنه انضموا الشرفاء منهم ويتوقفوا عن الحرب كويس. طيب، الحاجة المهمة برضو أيضا ذكر الزول ده يا أخوانا، قال كلمة مهمة كويس. قال إنه في ثلاثة حتات لو لاحظتوا لها ذكرها كويس. طيب، الثلاثة حتات دي ذكر القيادة العامة كويس، ذكر سلاح المهندسين، ذكر سلاح الإشارة. قال على المواطنين إنه يزيحوا منها حفاظا على أرواحهم كويس، حفاظا على أرواحهم. ذكرهم قبل شوية صح ولا لا؟ طيب، يمكن معناها في معارك ضروس دايرة تقوم في الحتات دي، يمكن ربما في معارك ضروس دايرة تقوم في الحتات دي، ونحن بسبب الكلام ده حنعمل ان شاء الله بعد شوية حلقة كاملة متكاملة. اي زول داير يحضرها يجينا ويشارك معانا في التيك توك، نفس اسم الصفحة دي في التيك توك، المعلق الرياضي احمد الضيب وشاري، يا ريت بس طوالي اجري خش عليه واعمل متابعة واعمل لنا 10 15 20 لايك كده على الفيديوهات، وتعال زي ما قال مجاهد. نعم، نتوقع كده مجاهد زيادة كويس. البيان ده خطير جدا طبعا، وده الفاتح قرشي وكلامه ده خطير، وقاعدين نقول لناس بلبس 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 الكلام ده. ما بيزيد الجيش الا خبالا، وما بودي الجيش الا للتدمير والى المقاصد، لكن هيهات هيهات. ما في زول قادر يحكم لغة العقل او يحكم صوت العقل، لانه الكلام ده بيضر 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 اكثر مما انه ينفع، بيضر الجيش ذاته. هسه ده الدعم السريع الان هو شغال بقوة، و لايك شير يا شباب ودعمكم. الان الدعم السريع بيرسل رسالة للقوات المسلحة وبوري، والدعم السريع مسيطر. هسه في ناس بيقول لك طيب هو الدعم السريع ده اذا سيطر طيب ما يزيع البيان. يا جماعة، الدعم السريع هو ما قال لكم اول يوم انا داير امسك السلطة، هو قال لكم انا داير اسلمها لمدنيين، هو ما قال لكم انا داير استلمها. هي النقطة دي مهمة، لأن في ناس بيخلطوا فيها يا جماعة، في ناس بيلخبطوا في الكلام كويس. يقول لك طيب ما يعلن حكومته، هو ما داير يعلن حكومة، قال لك منو داير يعلن حكومة؟ فهمت؟ هو قال لك نحن بنسلمها لحكومة منتخب، لكن نحن تاني ما دايرنا. وقبل اليوم دعا ناس الحكومة علنا الحميتي ده، قال لهم ننسحب منها كويس. قبل اليوم لما قال هناي اسمه شنو؟ فشلنا الخطاب ده، هو بنفس الطريقة. لا للحرب نعم للسلام. تسلم يا اخي، الله يحييك. بيقول احمد الحمدي، اللي هو اسمه احمد الحمدي المعلق صوت الحق، العفو يا اخوي اخ تسلم، انتوا كلكم اصوات الحق، العفو والله كويس. من الوقت ده وقال ننسحب صح ولا لا؟ مجاهد ده خطير جدا، قال هو يا ناس اقسم بالله العظيم بعد البيان ده في جغي مشين، خليكم جاهزين. بالضبط كده، هو ده الواضح كده. اي زول لو فكر بجزرة المشكلة يا مجاهد، النازل طبع على امخاخهم وعلى درجات وعيهم بانه الواحد ما يكون واعي ما يكون فاهم. البيان ده خطير جدا والله العظيم، والله العظيم البيان ده خطير. البيان ده بيعني انه معناها اذا ما عملوا حسابهم معناها ما بكون في حيسم سلاح الاشارة، معناها ما بكون حيسم المهندسين. وكمان قبل ما الآلية تجي احتمال الدعم السريع ده يفتح اغلب الحتات، وهسه النيل الابيض انت قايله ما شاله شنو يعني؟ الدعم السريع ده حيسقط له اربع خمس ست سبع حتات في لحظة واحدة، حيعلنهم لك فجأة كده، ودي مناطق التواجد
ومرحبا بيها بعد ذاك يقول لك الاهليه كان جات. يقول لك مرحبا بيها كان جات. كويس؟ الدعم السريع لا يا سليمان، ما داري يعني الحكومه، لا لا لا، الدعم السريع داري يسلم الحكومه يعني لحكومه منتخبه، داري يسلمهم الوضع لحكومه منتخبه، ما داري يحكم هو ولا 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 ولا. كويس؟ طيب، قال الغريبه كل بيانات الدعم بتجد اهتمام وانتشار اكثر من الجيش. والله ما هو لانه الدعم السريع مثير للاهتمام. في الجيش ما عنده اهتمام. الجيش الناس ما مركزه معه، والجيش الناس بدها تقول في انت تقول الجيش يقول لك الله خلينا كذابين ساي. ده كله من منو؟ ده كله من الاعلام بتاع الجيش الكذاب. ده كله لانه الكيزان بيكذبوا في الوقت كله. شباب اي زول يعمل معانا مشاركه، يا ريت اي زول يعمل معانا مشاركه، اي زول يعمل معانا لايك، اول ما عملت كده اكتب لنا تم. كويس؟ اي زول يعمل هسي مشاركه اسفل الفيديو على يدك اليسار، لايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، لايك شير يا جماعه. في ناس كده بكونوا متكيفين بيشاهدوا اللايك لكن ما بيدي عليك لايك. اللايك ده مالي انا، اللايك ده عشان اللايك يثبت عشان تاني يجيك. كويس؟ فلايك شير ساعدنا يعني باضعف الايمان، لانه الصفحه مقيده، لو ما مقيده ما بصير عليك انا شخصيا. دائما صفحاتنا دي مزعجين انا فيها. فيا ريت الان طوالي لايك شير وتعالونا في حسابنا في التيك توك يا شباب. اليوم باسم المعلق الرياضي احمد الضيب وشاره. متابعاتكم واعجاباتكم هناك، وبتلقوا المنصات بتاعتنا شغاله، امبارح كنا شغالينها لغايه الساعه 4 او 5 صباحا. فيها كوكب نيره من الشباب، وفيها احصائيات، وفيها حاجات مهمه جدا، فبتلقاها لما تعمل متابعه على الحساب. كويس؟ الناس تعمل معانا لايكات. البيان ده رايكم فيه شنو بتاع الدعم؟ وسؤالي التصفيات العرقيه اللي قاعد تحصل لاخواننا النوبه دي شنو يا جماعه؟ ما متجاورين مع اهل المسيرية يعني، متجاورين معاهم. كويس؟ متجاورين معاهم. في شنو قاعد يحصل؟ ليه الجيش ده قلب ظهر المجن من كده على اخواننا النوبه؟ هل ده جزاؤهم؟ اقدم عسكري في تاريخ السودان ده الان بيقاتل هو عم نشانته علي قطيه من ابناء النوبه. عم نشانته علي قطيه، شانته علي قطيه جايبين لقطه طارق الهادي بيسلم له في راسه. هو للامانه طارق الهادي عنده الحاجه دي، للامانه. أنا عشان أكون منصف، وعمل لوالدي الله يرحمه أيامه في المستشفى. للأمانة هو دي عنده، نختلف معاه ونهاجمه ونتفق معاه، لكن للأمانة هي دي عنده. فاللقطة اللي جايبينه مقبل راس الملازم أول الصفوف القديم ده، ده عمنا شانته علي قطية رب العالمين يديه الصحة والعافية. كويس؟ مولود سنة 37، سنة 55 هو عسكري في القوات المسلحة. من 55؟ أقدم عسكري وضابط. كويس؟ النوبة لو أنت تتكلم عنهم ثقل داخل الجيش كبير. ليه الجيش ده قلب لهم ظهر المجن؟ ليه الآن بقت فيه اغتيالات لهم؟ كويس؟ ليه؟ وليه ما شايفين فيه احتجاجات وفي جوطة وفي زعل؟ ولا أخواننا النوبة ما ناس، لا نحن بنقيف معهم. انتوا ما تقيفوا معهم، ما هو انتوا عندكم السودان ده بس ناس معينة وألوان محددة وأشكال، لكن نحن لا. نحن كل أجزائه لنا وطن، كل أجزائه لنا وطن. كويس؟ أسمع الكلام ده كويس. والله العظيم، والله العظيم اللي بيعملوا الجيش ده الآن هو ده إعلان نهايته رسميا. أكثر ناس، ما هو ده السؤال يا سليمان، ما الليلة شمس الدين كباشي ما في أصلا، هم بدوا في إقصاء النوبة من شمس الدين كباشي. تتحملوا ردة فعل النوبة غاية تتحملوه، ما ظنيتكم تتحملوه. وده الناس ما بهزر في زولهم ولا في ناسهم ولا بيلعبوا ولا ولا ولا. كويس شباب، انا ما عارف لكن تسلم يا ابو عزيز معلش. كويس والله يا مزمل، زي ما قلت عمك يستاهل رتبة فريق. والله والله عمنا شانته على قطية، والله يستاهل كل خير. والله والله يستاهل كل خير، اقسم بالله العظيم. كويس؟ ورجل يعني في ساحات الوغى كثيرا، ورجل صلاي، ورجل قوام، نجده دائما في المسجد. كويس؟ بانت شلك بانت، والله العظيم ابا ومرشدا، وربنا يحفظه ان شاء الله. كويس؟ فاسي الان دماء عنصريه، الانقلاب فعلا بلوح وقرب، وانا اشرت عليكم للحاجه دي. في مياه قاعد تعبر تحت الجسر، وما ضروري اي كلام انا اقوله كده،
لكن الزول بيفهم براو. خلاص القصة دي يا جماعة ما سهلة. خلاص القصة دي القليك منو كباشي موجود في غرفة العمليات؟ خليه يطلع هسه يطلعوه في التلفزيون هسه، خليه يطلعوه. انت 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 عشان ما تضلل الناس هاي، شمس الدين كباشي ده اوائل الايام كويس بتاعت الحرب قاعدين يجدعوا له الادويه بتاعته لانه عيان كان ومصاب في الكتف تحديدا. انا مسؤول على اي كلمه قلتها هنا، وانا طرحت فتحت السؤال ده في الميديا. وين شمس الدين كباشي؟ اول ماشي طرح السؤال ده طرحته انا قبل شهور من الليله، بقيت اسال وين شمس الدين كباشي؟ وهسه لا ما زلت بساله، وبقول ده من ضمن استهدافهم لقبيلة النوبة. كويس؟ ده من ضمن استهدافهم لقبيلة النوبة. خلاص؟ غايته انا ما اعرف لمتين نقعد استهداف قبيلة وحرب قبيلة ومعركة بتاعت قبيلة وصراعات بتاعت قبائل ومشاكل وما اعرف غايته، لكن ربنا غايته سبحانه وتعالى يدي العافية. لكن السودان ده ماشي على وين؟ ما تقدر تفهمه ابدا. يعني نحن ما قادرين نصل لنتيجه واضحه. اي زول واضح له الصوت شباب يقول واضح يا ريت، اي زول واضح له. الصفحه يا اخواننا هي قدامكم، ناس تعمل عليها متابعه، تعمل عليها اعجابات، اللي هي المعلق الرياضي احمد الضي بشاره. في التيك توك الحساب بالمعلق الرياضي احمد الضي بشاره. يعني اي زول مثلا في ناس كتار بيخلطوا، يقول لك يا اخي الحساب بمنو والحساب فيه يا تو خلفيه وهناك، واصلا احمد ضي بشاره واحد في التيك توك يعني. كويس؟ فبالتالي يعني في التيك توك انا مقصود الاسم. كويس؟ فشنو؟ طيب اي زول داير يلقى الحساب بس اكتب المعلق الرياضي احمد ضي بشاره بتجيك الفنيله الزرقاء، فيه 24000 او 25000 متابع. كويس؟ بيكون ظاهر عندك. عموما الناس تعمل عليه متابعات، واي زول يعمل لايك في كل فيديو يلقاه، وهنا كذلك في التيك توك، وهنا كذلك اي زول الان اشتغل معانا لايك، اشتغل معانا لايك، اشتغل معانا شير. وشكرا لكم كثير، طولنا بكم شديد 37 دقيقه ولا 27 دقيقة ما اعرف غايته. المهم غايته لكم التحية ولكم التقدير. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين، تحية وسلاما. والحاجة الأخيرة يا اخواننا، اها منو معانا الليلة؟ منو؟ الناس دي معانا هنا في المنصة. اي زول، في ناس كده بيتراسلوا في الخاص، اي زول اللي بيصلي يديها ركعتين بالليل كده واستغفار منه، ده ما معناه نحن خلاص مقطعينها، وما معناه نحن يا جماعه نحن دي الناس صايعين ساي، لكن بنسال الله الرحمه. اهم منو معانا؟ منو؟ اي زول معانا يا اخواننا دايرين اي زول ركعتين بالليل واستغفار. كويس؟ ليه نقفل كل المنافس مع الله عز وجل؟ كويس؟ ابدا من الليله لو ما باديه، لو بديتها امبارح واصل فيها، لو يومي يومي خلاص وامشي لقدام ان شاء الله، ارفع راسك عاليا. شكرا لكم جزيلا، تحياتي وسلامي.